الله استقبل اليوم بالقصر الملكي بفاس الشريف سيدي محمد العلوي وعينه جلالته في منصب الحاجب الملكي. والشريف سيدي محمد العلوي هو حفيد المشمولين بعفو الله صاحبة السمو الأميرة فاطمة الزهراء العزيزية بنت السلطان مولاي عبد العزيز وصاحب السمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي، ويأتي تعيينه خلف للسيد إبراهيم فرج الذي تقلد هذا المنصب منذ عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني أكرم الله مثواه. وبهذه المناسبة وشح جلالة الملك حفظه